فإني أشهد الله عز وجل أمام اللجنة الشرعية أنني وهبت مالي وجميع ما أملك في وجوه البر والخير، وكلفت اللجنة الشرعية المؤلفة بالشيخ عبد الباسط حاج إبراهيم والشيخ إبراهيم الخيال والشيخ يوسف اليوسف والشيخ أيمن نصوح بتوزيع المبلغ المتبرع به وقدره 30,000 دولار أمريكي، وأخول اللجنة الشرعية بتوزيعها على حسب رؤيتهم الشرعية على أن يخصص مبلغ وقدره 5,000 دولار لعلاج الطفلة فاطمة أحمد شرهان، نسأل الله عز وجل لها الشفاء وبمرضى المسلمين أجمعين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أني أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أني تبرعت ووهبت كل ما أملك من مال في هذه الدنيا على نيل شفاء حفيدتي فاطمة أحمد شرهان وشفاء مرضى المسلمين، وعلى نيل الفرج عنا وعن بلدنا وأهل بلدنا وعن أرواحنا وأرواح المسلمين أجمعين. وأوكلت هذا الأمر للجنة الشرعية، لهم حرية التصرف في هذا المال كما يشاءون في سبيل الله. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد.